قصتنا يا صغاري لهذا اليوم ممتعة وفيها عبرة. إنها قصة الأرنب والسلحفاة سوسو. كان يا مكان غابة صغيرة يسودها الهدوء، يعيش فيها عدد كبير من السلاحف التي كانت تنعم بحياة هادئة وسعيدة منذ سنوات عديدة. وكانت تعيش بين هذه السلاحف سلحفاة جميلة وصغيرة تدعى سوسو. عرفت بنشاطها وحبها الكبير للخروج والمشي بين أشجار الغابة والوديان المحيطة بها. وفي أحد الأيام بينما كانت سوسو عائدة إلى المنزل، قابلت في الطريق أرنبا كان يلعب ويلهو ويقفز بكل خفة ورشاقة. فحزنت السلحفاة ونظرت إلى نفسها بكل حسرة وقالت: يا ليتني كنت رشيقة لأتمكن من القفز مثله، لكن بيت الذي أحمله هو سبب بطء وتعاستي، يجب علي أن أتخلص منه. عادت السلحفاة سوسو إلى البيت وفي قلبها حزن كبير، وتوجهت إلى أمها باكية وقالت لها: أرغب يا أمي في نزع هذا البيت الثقيل عن ظهري. فأجابتها الأم: لا يمكن يا ابنتي، فالله خلق كل السلاحف هكذا، ولا يمكننا أن نعيش بدون هذه البيوت على ظهورنا، حيث أنها تقينا من لكن يا أمي، إذا تخلصت من هذا البيت سأصبح رشيقة وسأتمكن من القفز بسرعة مثل الأرنب، وستكون حياتي عادية وغير معقدة. فردت الأم: لا يا ابنتي، إنما تقولينه غير صحيح، فحياتنا الطبيعية والعادية هي التي نعيشها الآن، ونحن كانت تحس بألم شديد. وبينما كانت السلحفاة سوسو تقفز، وقعت بقوة ولم تتمكن من النهوض، وبقيت ممددة على الأرض. حينها حصل لها ما حصل. أما العبرة الثانية هي ضرورة قبول أشكالنا وأجسامنا كما هي عليه، لأن كل شيء خلقه الله
يكون لحكمة. كانت هذه قصتنا لهذه الليلة، أتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم، فلا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على الجرس ليصلكم الجديد. إلى اللقاء.